بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين يسعدني ويشرفني المشاركة في مع هذه النخبة المميزة بعد طول غياب عن مصر والدنيا مصر التي اشتقنا لها كثيرا أرفع من خلالكم أسمى آيات الشكر والعرفان على الدعم المتميز والمتواصل الذي تحظى به ITFC من جمهورية مصر العربية منذ إنشائها في عام 2008 لتكون من أهم المؤسسات الدولية في مجال تمويل وتنمية التجارة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التي تدرك جيدا التحديات العديدة والمتنوعة التي تواجهها المرأة للمشاركة في التجارة بشكل فعال انخرطت ودعمت مبادرة المرأة في التجارة الدولية التي أطلقها مركز التجارة الدولي بهدف ربط 3 ملايين امرأة بالأسواق الدولية ابتداء من عام 2021 وفي هذا السياق دعمت المؤسسة مشروع المرأة في التجارة الدولية بكل من جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية وذلك بالتعاون الوثيق مع البنك الإسلامي للتنمية ومكتب لتسهيل التجارة بالنسبة لمشروع المغرب. أنا سعيدة بتواجدي معاكم ولازم بداية بس أرحب بمهندس هاني سونبول رئيس تنفيذي مؤسسة الدولية الإسلامية للتمويل تمويل التجارة. أنا مش عايزة أشتغل على النطاق المحلي، إحنا طموحنا أكبر من هذا، وأنا عايزة أخد بهؤلاء السيدات إن أنا أخرج بيهم إلى مجال التصدير. برحب بمهندس هاني سونبول الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. بحب أن أنا أكد أن الدولة المصرية القضية الخاصة بتمكين المرأة وتمكين المرأة اقتصادية هي من أهم القضايا الخاصة برؤية الدولة المصرية وفي خطط وبرامج الدولة المصرية. تمكين الاقتصادي للمرأة مهم جدا. إحنا النهاردة لدينا المرأة في الجهاز الحكومي هي بتقترب من 50% في المناصب الخاصة بالجهاز الحكومي للدولة. احنا النهاردة ايضا لدينا خطة تكليف من السيد الرئيس في يوم المرأة المصرية لزيادة نسبة المرأة في المراكز القيادية على مستوى قومي. The SheTrades project implemented by the International Trade Center in collaboration with the International Islamic Trade Finance Corporation, thank you very much for this partnership, is a significant initiative. It provides huge opportunities for Egyptian business women, we are convinced into this, to integrate not only into the domestic, but also into the regional and global value chains. Bank and International Islamic Trade Finance Corporation for their support to ITC's work on women and trade, and in particular to this project, SheTrades Egypt. Today we have gathered here to celebrate the launch of the SheTrades Egypt project. The new intervention will support Egyptian women-owned small and medium-sized enterprises in the handicraft sector to integrate into domestic and global value chains and markets. Indeed, the COVID-19 pandemic has made a huge impact on all people's lives in every corner of the globe, especially on women. So launching this event, launching this project now is just timely.